السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. هذه هي الليلة الأخيرة في موسمنا العاشورائي لهذا العام. أحب أن أتوقف قليلا ليتقدم بالشكر الجزيل والدعاء لكل الأخوة والأخوات الأعزاء الذين شاركونا هذا المجلس في طوال هذا الموسم، لا سيما أبنائنا الشباب ذكورا وإناثا ممن حرصوا على الحضور في هذه الليالي وكان حضورهم مميزا في هذا العام. أسأل الله سبحانه وتعالى جميعا لكم قبول الأعمال وجزيل الأجر والثواب والتوفيق في الحياة الدنيا والآخرة، كما وأتقدم بالشكر الجزيل لمقرئي القرآن الكريم الذين أتحفونا بتلاواتهم العطرة في هذه الليالي، وكذلك لمقرئنا العزيز الحاج محمد الرامزي، ومقرئنا في هذه الليلة المقرئ العزيز الأستاذ حاج مختار الكوت. وتقدم بالشكر إلى إدارة المسجد على تقديم كل التسهيلات لإنجاح هذا الموسم، وكل من شارك وساهم في إنجاح هذا الموسم، لا سيما إخواننا من رجال الأمن الذين كانوا حريصين على توفير الظروف الملائمة من أجل عقد هذا المجلس، حفظهم الله من كل سوء. صلوا على محمد وآل محمد. بين يدي في هذه الليلة ثلاث لوحات مناجات يمتزج فيها الفكر بالحنين، والتاريخ بالشعر، والحقيقة بالأمنيات. اللوحة الأولى حيرة المحبين، هذا عنوانها. لماذا أصر الحسين عليه السلام على الخروج وقد توافر الناصحون بعدم ذلك؟ اللوحة الثانية هوان الموت، لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. واللوحة الثالثة سلاما أبا الشهداء، سيرة الحسين صورة الجمال في عالم المثال. صلوا على محمد وآل محمد. اللوحة الأولى حيرة المحبين. يا صاحي، كانت وما زالت عقول المحبين تحار في ذاك الاندفاع الحسيني في لحظات حسم القرار في مكة، فهل شهدت يا صاحي في حركة أبي عبد الله عليه السلام أيا من علامات التردد والضجر؟ أم ظهر على قسمات وجهه الشريف شيء من ملامح التلكؤ والخور؟ وما أكثر من عارضوه في عزمه الراسخ على الخروج إلى الكوفة، وما أوفر من قدموا له النصح، أو هكذا بدا بعضهم مناصحين عارضين عليه خيارات أخرى أقل خطورة وأكثر سلامة، أو عارضين عليه التمهل على أقل التقادير حتى تستبين الأمور وتستقيم له النفوس، أو عارضين عليه التصبر حتى يقدم أهل الكوفة براهين الولاء وقرابين الطاعة بنفي العدو المشترك من الأرض التي قالوا أنها باتت مهيئة لتطأها قدماه المباركتان؟ وكتبوا له فيما كتبوا أن قد اخضر الجناب وأينعت الثمار
وطمت الجمام فاقدم على جند لك مجندة. ولا تستكين نفسي يا صاحي إلى ما قدمه أبو الشهداء بنفسه من عذر أسحر به ما وراء ذاك العزم الأكيد والحماسة التي لا تعرف الحدود والإصرار العجيب على الخروج حين أخبر عن عزم الأمويين القضاء عليه في أرض الحرم وهو ما كرهه وفضل أن يكون المستباح فيها غيره وأن لا يكون هو الكبش الذي يستحل حرمتها بذبحه فيها أو حين أخبر أنه قد رأى في المنام جده المصطفى صلى الله عليه وسلم فأمره بالخروج إلى الكوفة فلبى وكفى. لا تستكين نفسي يا صاحي إلى هذه الأعذار، فهل هي الحقيقة الكاملة؟ فإن قلبي يخبرني يا صاحي أن وراء ذلك القرار ما هو أعظم، وأن ما قدمه أبو الشهداء من عذر إنما هو المقدور على أن يظهر، وأما الحقيقة فأبعد غوراً وأكثر عمقاً وأشد رسوخاً وأسمى مقاماً، وهي مما لا يدركه ولا تصل إليه إلا فطن أولياء الله الذين امتحن قلوبهم فوجدهم كما أحب. وما أحكم العقاد إذ قال في ذلك إن خروج الحسين من مكة إلى العراق حركة لا يسهل الحكم عليها بمقياس الحوادث اليومية، لأنها حركة من أندر حركات التاريخ في باب الدعوة الدينية أو الدعوة السياسية، لا تتكرر كل يوم ولا يقوم بها كل رجل، هي حركة لا يأتي بها إلا رجال خلقوا لأمثالها، فلا تخطر لغيرهم على بال، لأنها تعلو على حكم الواقع القريب الذي يتوخاه في مقاصده سالك الطريق اللاحب والدرب المطروق. هي حركة فذة يقدم عليها رجال أفذاذ، وجملة ما يقال إن خروج الحسين من الحجاز إلى العراق كان حركة قوية لها بواعثها النفسية التي تنهض بمثله، ليس كل أحد قادر على أن يقوم بمثل ما قام عليه الحسين، ولا يقاس بالحسين عليه السلام أحد، ولا يسهل عليها أن يكبتها أو يحيد عن مجراها، وإنها قد وصلت إلى نتائجها الفعالة من حيث هي قضية عامة تتجاوز الأفراد إلى الأعقاب والأجيال. لقد أصاب الحسين في حركته، بل وأصبح ينبوع شهادة متعاقبة لا يقرن بها ينبوع في تاريخ البشر أجمعين. ويكمل العقاد ليقول إن واقعة كربلاء كلها وإن ختمت بعد أيام معدودات ولكنها أيام بقيت لها جريرة لم يخمدها طالب منفعة ولا طالب مروءة، ومضت مئات السنين وهي لا تمحو آثار تلك الأيام في تاريخ الشرق والإسلام. إن كربلاء التي لم يكن لها ما تذكر به، كربلاء قبل هذه الواقعة لم يكن لها قيمة، لم يكن أحد يذكرها بشيء يستحق أن تذكر به، إن كربلاء التي لم يكن لها ما تذكر به
وليس لها من موقعها ولا من تربتها ولا من حوادثها ما يغري أحدا برؤيتها. ولعل الزمن كان خليقا أن يعبر بها سنة بعد سنة وعصرا بعد عصر دون أن يسمع لها اسم أو يحس لها بوجود. قد شاء القدر الإلهي أن يساق إليها ركب الحسين، فاقترن تاريخها منذ ذلك اليوم بتاريخ الإسلام كله. ومن حقه أن يقترن ومن حقه أن يقترن بتاريخ بني الإنسان، بدماء الحسين وأنصاره غدت كربلاء تلك حرما يزار، بدماء الحسين وأنصاره غدت كربلاء تلك حرما يزار ومقاما يعظم ومدينة تشد إليها الرحال. ولو أعطيت حقها من التنويه والتخليد لحق لها أن تصبح مزارا لكل إنسان يعرف لبني نوعه نصيبا من القداسة وحظا من الفضيلة. لماذا؟ لأننا لا نذكر بقعة من بقاع هذه الأرض يقترن اسمها بجملة من الفضائل والمناقب أسمى وألزم لنوع الإنسان من تلك التي اقترنت باسم كربلاء بعد مصرع الحسين فيها. فكل صفة من تلك الصفات العلوية التي بها الإنسان إنسان فهي مقرونة في الذاكرة بأيام الحسين في تلك البقعة الجرداء. فأي شاهد يمكن أن يقدم براهينه على صحة شهادته أعظم من ذلك؟ وأي لسان يمكنه أن يبين ببلاغة عظم شأن أمر أفضل من لسان الواقع هذا؟ صلوا على محمد وآله. اللوحة الثانية هوان الموت، فيما أخبرنا به المؤرخون يا صاحي أن الحسين عليه السلام حين استقر به اليقين في ليلة العاشر من المحرم أن لا عاقبة في انتظاره غير الموت العاجل بعد سويعات، حين ذاك أذن لأصحابه أن يتفرقوا عنه تحت الليل إن كانوا يستحيون أن يفارقوه في ضوء النهار. أما بعد، فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيراً، ألا وإني لأظن أنه آخر يوم لنا من هؤلاء، ألا وإني قد أذنت لكم، فانطلقوا جميعاً في حل، ليس عليكم حرج مني ولا ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، اتخذوه سترا لكي تهربوا من أرض المواجهة مع العدو والموت الذي ينتظركم. شجاعة قائد قليل نظيره، وإيثار حميم عز مثيله، إلا أن الأهل والأصحاب أبوا إلا أن يموتوا دونه، وأخبروا أن دماءهم ترخص له، وما عسى أن تكون قيمة دمائهم أمام سلامة سيدهم. وما أحلى القتل في سبيل الله دفاعاً عن سيد شباب أهل الجنة، إنها الجنة التي تشتاق إليها النفوس ويستعد لها أصحاب الهمم العالية ويسترخص لها كل عزيز.
فأنى لهم أن يهربوا منها فيرتدوا على آثارهم قصصا وقد تهيأت لهم الجنة وقد تهيأت لهم في أبهى صورها وفتحت أبوابها على وقع خطى سيد شبابها. أية كرامة هذه سيعرضون عنها إن هم نكصوا، وأية عظمة سيترجلون عنها باختيارهم إن هم خذلوا ريحانة نبيهم. هذا سر كل ذلك التعجب الذي اصطبغت بها كلماتهم. لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا، لله درك يا عباس يا ذا الفضل العلي يا ذا المعالي والسؤدد يا ذا الكف الندي الذي سيضحى في غد أقطعي، لله درك يا عباس وأنت تقول هذه الكلمات. قدت سفينة الولاء لأبي الشهداء فتوالت من بعدك كلمات الإباء تصنع الخلود في سماء كربلاء. أن نخلي عنك، هكذا بدأ الأصحاب يطلقون كلماتهم ولاء واتباعا وتسليما لسيدهم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. مسلم بن عوسج يقول: أن نخلي عنك، ولما نعذر إلى الله سبحانه في أداء حقك، أما والله حتى أطعن في صدورهم برمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة. والله لا نخليك حتى يعلم الله أن قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله فيك. والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذرى يفعل ذلك بي 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك، حتى ألقى الموت دفاعا عنك. فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة؟ ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. وقد بر ابن عوسجة بقسمه صادقا وبقي مع الحسين حتى سقط على الأرض مرتثا بجراحاته وهو يجود بنفسه. فدنا منه حبيب بن مظاهر فقال له: لولا أني أعلم أني في أثرك لاحق بك لأحببت أن توصيني حتى أحفظك بما أنت له أهل. فقال، وكان آخر ما قال: أوصيك بهذا رحمك الله أن تموت دونه. وأومأ بيده نحو الحسين. أي حب هذا؟ وأي وفاء وإخلاص؟ أما يستحق مسلم وحبيب والآخرون ممن جادوا بأنفسهم في يوم العاشر من المحرم أن يقول فيهم الحسين: لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. يا صاحي، ما أقل من ينجح في مثل هذا الاختبار الذي ليس كمثله اختبار، بل أكاد أجزم أن من تتلمذ في مدرسة العزة الحسينية لا يمكن إلا وأن ينجح بأعلى درجات التفوق، وأن يرى ذل الخضوع ليزيد وأشباه يزيد ذلة ما بعدها ذلة.
ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. ولم يتجمد هذا المشهد الولائي يا صاحي عند حدود كربلاء الجغرافية، فبعد أن قتل الحسين وذهب الأمل في دولته من بعده إلى أجل بعيد، لم يهنأ لأصحاب النفوس المريضة إلا أن ينفثوا سموم حقدهم على الحسين زهواً وطغياناً في رجيع بغضهم الذي صك الأسماع قبحاً. وأما الذين أحبوا حسيناً أو عرفوا له شيئاً من مقاماته السامية فقد هان عليهم الموت، ولم يكن لأحدهم أن يصبر على سماع تلك الكلمات الحاقدة أو يترك الجواب عليها. وإليك يا صاحي الخبر اليقين، لما نعي الحسين في الكوفة نادى واليها عبيد الله بن زياد إلى الصلاة جامعة، وصعد إلى المنبر وخطب القوم فقال: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله، ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وحزبه، وقتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علي وشيعته، فما أتمها حتى وثب له من جانب المسجد شيخ ضرير هو عبد الله بن عفيف الأزدي الذي ذهبت إحدى عينيه يوم الجمل، وذهب عينه الأخرى يوم صفين. فصاحب الوالي غداة يوم انتصاره وزهوه: يا ابن مرجان، أتقتل أبناء النبيين وتقوم على المنبر مقام الصديقين؟ إنما الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه. فما طلع عليه الصباح إلا وهو مصلوب. هكذا كانت مدرسة الحسين عليه السلام حتى بعد أن استشهد الحسين. إلى هذا الأفق الأعلى من الوفاء والنخوة والشجاعة والإباء ارتفعت بالنفس الإنسانية نصرة الحسين، وإلى الأغوار المرذولة من الخسة والأثرة والأحقاد والضغائن هبطت بالنفس الإنسانية نصرة يزيد. وحسبك من خسة ناصريه أنهم كانوا يجزون بالحطام وهتك الأعراض على غزو المدينة النبوية واستباحة ذمارها، فيسرعون إلى الجزاء الأخص والجريمة الكبرى، يسرعون إلى ذلك وليسوا هم بكافرين بالنبي الدفين في تلك المدينة، فيكون لهم عذر الإقدام على أمر لا يعتقدون فيه التحريم. بل حسبك من خسة ناصر يزيد أنهم كانوا يرعدون من مواجهة الحسين بالضرب في كربلاء لاعتقادهم بكرامته وحقه، ثم ينتزعون لباسه ويسلبون نساءه وأطفاله فيما انتزعوه من أسلاب. يا سبحان الله، أية خسة هذه! ولو أنهم كانوا يكفرون بدينه وبرسالة جده لكانوا في شرعة المروءة أقل خسة من ذلك. إن سمو طبائع أنصار الحسين في كربلاء وخارجها إنما هي
سمو روح الإيمان الذي يعتقد صاحبه أنه يموت في نصرة الحسين فيذهب لساعته لفوره في لحظته فيذهب لساعته إلى جنات النعيم. إن أنصار يزيد لا يكرهون جنات النعيم ولا يكفرون بها يا صاحي، فلماذا لم يطلبوها كما طلبها أنصار الحسين؟ إنهم لم يطلبوها لأنهم منقادون لغواية أخرى، ولأنهم لا يملكون عزيمة الإيمان ونخوة العقيدة ولا تلك القوة الروحية التي يتغلبون بها على رهبة الموت ويقدعون بها وساوس التعلق بالعيش والخنوع للذائذ القريبة. صلوا على محمد وآل محمد. اللوحة الثالثة والأخيرة، سلاماً أبا الشهداء. إن وحي الشعر من سرائر النفوس، لأصدق حكماً من لسان التاريخ إذا اختلف الحكمان. هكذا قال حكيمنا يا صاحي وهو يتفكر في كل هذا المجد الحسيني الزاخر في التاريخ والأدب، دون أن يجد بينهما بين التاريخ والأدب تعارضاً أو تصادماً على خلاف المعهود في كثير من القراءات الباحثة عن الصورة الواقعية بين لغة الحقيقة والتدوين ولغة المبالغة والمجاز. يقرؤون التاريخ يجدونه شيئاً، ويقرؤون الشعر والأدب فيجدونه شيئاً آخر عن نفس تلك الحادثة. وأما في واقعة كربلاء فقد التقى الأدب مع التاريخ، والتقى التاريخ مع الأدب، على الرغم من أن الشعر والأدب كله مجاز وكله مبالغة، ولكننا كلما بالغنا في تصوير ما جرى في كربلاء وقع على الحقيقة. وهذه من عظمة كربلاء وعظمة واقعة الطف. ولكنهما كما قال قد توافيا معا على مقال واحد، فجلوا لنا من سيرة الحسين صورة الجمال في عالم المثال، وكذلك يعيش ما عاش في أخلاد الناس. هذه الحقيقة التي أقر بها أهل البصر والمعرفة والفكر تجعل من شعر الرثاء الحسيني وثائق صدق تنحني أمامها القامات وتغض الطرف لبهائها القمم. وهكذا كانت قصائد عميد المنبر الحسيني، والتي توجها بقصيدة وهو يخاطب محبوبه الحسين عليه السلام في أيامه الأخيرة، الشيخ الوائلي في أيامه الأخيرة قبل أن يرتحل إلى بارئه، توج مسيرته في نصرة الحسين عليه السلام بلسانه بخطبه بمنبره، توجها في أيامه الأخيرة قبل أن يسلم الأمانة إلى بارئها قائلاً: سيدي أبا الشهداء، من خادم لك حملك عشرات السنين في صغره، وأنت أنشودته المحبة وإيقاعه المقدس، أيها الرملة التي حضنت جسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسينا، واحمليني استغاثة ونداء، واسكبيني دمعا على رملك الأسمر يجري محبة وولاء، وامزجيني بآهة نفثتها زينب
يوم قاست الأرزاء وبآهات نسوة منذ يوم الطف للآن ألهبت كربلاء. سيدي إنني إليك انتماء ولو أني لا أبلغ الانتماء، وطموحات الطين والحمأ المسنون هيهات أن تبلغ هيهات تبلغ الجوزاء. وطموحات الطين والحمأ المسنون هيهات تبلغ الجوزاء، غير أني أدعى بكم وأمني النفس أن تسعد المنى الإدعاء، فأعدني إلى رحابك يا من يحمل النبل كله والوفاء. يا حسينا يا من شدوت به صبحا وناجيته بوجدي مساء وناجيته بوجدي مساء، لك مني رسالة من أنين في تضاعيفه سكبت الرجاء، أتقرى بها جداك ملحا عطاك ملحا، أتقرى بها جداك ملحا وأرجي من الحضور الدعاء، وأنادي يا من كسبت الضحايا سلم المجد، يا من كسبت الضحايا سلم المجد سادة شهداء، إن أجواءنا ظلام فعلمنا بأن نسرج الدماء ضياء، وتقبل منا مواسم قامت لتواسي الأئمة الأصفياء، وأعدنا للصاعدات وألهمنا، وأعدنا للصاعدات وألهمنا بأن نحمل الحسين لواء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته.